شكرا سيدي على الكلمة. غادي نطلب الآن كلمة. بعد الصور كذلك شواهد دورة التفوق الدراسي. طبعا هذه بعض الصور التذكارية واللي كتذكركم بعض الأصدقاء. طبعا القسم السادس رفقة الأستاذ سامي فاوش بحفل التكريم ديالو. كذلك هذه واحد الصورة. إذا طبعا هذه بعض اللحظات اللي كتأرف السينو في داخل القسم. طبعا مشاركة المسابقة ديال الكومبيتيسيون ديال لايف كلي. هيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية كما قال السي هشام والطاقم التربوي والتلاميذ طاقم الحراسة العامة وكل شيء، هنيئا لك ومبروك عليك ولدي، ونطلبوا ما شاء الله مسيرة رياضية ناجحة زائد مسيرة دراسية ناجحة. الحاجة اللي كتلفت الاهتمام ديالنا مع السينوفل هو دائما الإصرار ديالو على النجاح، واللي ما أصر على شي حاجة كيوصلوا الله سبحانه وتعالى. دونك سينوفل بغى يوصل والحمد لله راه في الطريق ديالو، وهذه كلمه واشاده لجميع التلاميذ ديالنا. خص يكون عندكم واحد الهدف في الحياه، يكون عندكم واحد الهدف وتخدموا على الهدف وتوصلوا ان شاء الله لمن رايحين. الى ما جابهاش القدم يجيبها القلم، هو طلب الله يجيبها القدم والقلم زوج سينوفل ياك يعني. بصح هو انا عارف القدم ما غاديش يجيبها القلم ان شاء الله. كون عندكم على هدف سطروا على هدف ان شاء الله في الحياه ديالكم الدراسيه. هذه نصيحه لان هذا هو الوقت ديالها. قراو واهتموا وحققوا الاهداف ديالكم ان شاء الله باش تفرحوا نفوسكم، تفرحوا العائله ديالكم، وتفرحوا الوطن ديالكم. نوفل النامي بالنسبه لنا حنايا هو كنز. كنز امه. كنقولوها ولا نطول الله العمر غنوصلوا على هذه الهضره. يعتبر ككنز أمة. يجي واحد الوقيته إن شاء الله نقدروا نشوفوه على الصعيد العالمي، دابا راه نشوفوه على الصعيد الوطني. نتمناو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقوا ويحفظوا إن شاء الله بما حفظ به الذكر الحكيم، ويكون إن شاء الله كنز الأمة بحاله بحال جميع الأبطال اللي عرفتهم مدينة بركان. لأن صراحة مدينة بركان مدينة الأبطال وهذه معروفة. خرجت أعضاء من الأبطال، خرجت من المدينة الصغيرة. نتمناو نوفل إن شاء الله يكون تا هو البدرة والنتيجة إن شاء الله ديال هذا المجهود اللي كاين نديروه. في الأخير ما يبقى لي غير أنني نشكر مكتب الأنشطة والتربية البدنية السي هشام والسي عديد، تصفيقة حرارة السي هشام والسي عديد. كذلك نشكر الإدارة التربوية الابتدائي والإعدادي الثانوي الحراسة العامة الطاقم تاع الأساتذة، نشكرهم ونشكر لهم. نشكر الوليدات صفوا على راسكم حتى هما تسحبوا التصفيق. نطلب الله يوفقكم ان شاء الله هذه السنه الدراسيه. كل الاماني الطيبه والتمنيات للتلاميذ تاعنا تاع البكالوريا نصفقوا عليهم تماما. الاولى باك التاسعه السادس كاع السنوات الاجتهاديه. نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله ويفرحونا كما فرحونا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. يعني واحد التلميذ يعني الصراحه ما غاديش نقدر نوصف يعني سينوفل. واحد طفل كبير يعني طفل ولكن عقليه كبيره، يسمع النصائح ما يستهزأش يعني بشي حاجه كيعتاري المدرب او شي حد اخر كيجي كيستشر معاه. يعني هادو هما الحويجات اللي يقدروا يوصلوا التلميذ او الرياضي. صراحه التلميذ في المستوى وش غادي ما نقدرش نعبر اكثر. تحيه للسي نوفل تبارك الله عليك. وكمشروع بطل صراحه يعني المواصفات ديالو ديال بطل كبير. يحترم الاخر يعني بواحد الدرجه ما تسواش. وشكرا بزاف وشاركنا مع الفرحه، فرحنا كاملين صراحه. دار بطل المغرب راه ماشي سهله،
السرطان المغربي هذه راه ماشي غير هو اللي كاين في الحلبه، كاين الدائم يعني الكوتور. وتبارك الله ونشجعو ونزيد مازال نوخفو معاه ان شاء الله. تكريم لجميع الامور التربويه التي ساهمت في نجاح هذا التكريم والاستقبال الجميل الذي استقبلوني به كما اني قد درست بهذه المدرسه لعده عوام وكانت عوام جد جيده وسعيده، واشكر جميع الذي ساهم في هذا التكريم، واقول دائما للتلاميذ وضع هدف في حياتهم لتحقيق. فتحية أخرى